بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في يوم خاص يختلف عن باقي الاحاد. عنوان عظتنا اليوم هو السير مع الله، كيف نرافق الرب والرب يرافقنا حتى نقبل إلى النجاح في حياتنا الأبدية، أن نثمر ونستثمر من حياتنا الأرضية حتى ننال حياتنا الأبدية. السير مع الله له اتجاهات عديدة ومختلفة وطرق، لكن اليوم أود أن أتناول من زاوية مختلفة لأنه مناسبة خاصة في رعيتنا وفي العالم الغربي عن التفوق والنجاح للطلبة الخريجين من مراحل مختلفة من الحضانة حتى الجامعات. لذلك اليوم نريد أن نكرم المتفوقين، ولكن هذا الإكرام من خلال التعليم الكنسي، وده دورنا الأساسي. لما كنا في مصر منذ زمن ليس بالبعيد كانوا يصحوا كل الشعب على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المدن والمحافظات والقرى على يوم إعلان النتيجة، وتها كانت الوسيلة اللي بتعلن بالأخص الثانوية عامة النتيجة من خلال الراديو. ما كانش لسه الإنترنت، ما كانش لسه بطارية التلفزيونات ولا الساتلايت ولا الطرق اللي احنا معتدين عليها النهاردة، وربما أجيال اليوم في الجزئية دي مش هيفهموها ولا يعرفوها. لكن اللي ترعرع من سني وأكبر يعي ويتذكر هذا المشهد بأنه كان المذيع في الراديو يقول مدرسة كذا ويبتدي يدي أسماء بالرقم الجلوس ورقم كذا نجح ورقم كذا نجح، وكانت في بعض المدارس عفوا يقول مدرسة الفلانية لم ينجح أحد، ومدرسة كان فيها غش، ومدرسة لجنة اتلغت. كان الشارع كله إذا عندنا واحد من الطلبة في الثانوية العامة، لا إما الشارع كله نسمع في فرحة لا إما يكون حزن أو كآبة إذا رسب. مرينا بهذه الظروف، ولكن عايز أقول من القصة البداية دي كانت وقتها الثانوية العامة درجة واحدة إذا نزلتها في مادة من المواد برسب العام كله أو السنة كلها، يعني بيضيع علي دراسة سنة كاملة مع شد أعصاب الأسرة مع المصاريف مع كل الظروف اللي بتحيط بالأسرة والآباء والأولياء والمدارس. فكانت ممكن درجة واحدة من مادة ما تضيع السنة أو يكون عندي مجموع كويس. فتخيلوا مصير الإنسان كان كله في درجة واحدة. لذلك كان آنذاك على التعليم القديم في مصر كانوا الأهالي يخافوا من هذا اليوم، وربما يكون كابوس مصر الأول هذا اليوم اللي بيعلن فيه النتائج. وكنا نحفظ أغنية عبد الحليم الناجح وحياة قلب وأفراحه وكأن الناجح يرفع إيده اللي مشهورة من فيلم الخطايا، وهذه الأغنية لها ذكرى خاصة مع كل أولياء الأمور آنذاك والطلبة في مصر. فبالتالي حتى نتفوق وننجح كان على الأسرة أن تعيش مسيرة من الصيف والعام الدراسي الأكاديمي أيضا حتى ابن الأسرة دي يتفوق ويصل إلى النهاية ويكون فخر لأسرته وفرحة.
لم يعد هذا السيستم اليوم في مصر وبلادنا وبالأخص هنا في نيويورك وأمريكا والعالم الغربي، تغير هذا النهج وبدراسة أسهل بكتير، وممكن تعيد السنة وتأخذ مادة تحتفظ بيها، وسيستم لم يعد الكابوس المصري اللي كان في أيامنا موجود حاليا. يا ما ناس اتظلمت ويا ما ناس نجحت، ولكن أسس فينا قوة ناس بتدرس لأنه يعلم أن درجة تصل به للنجاح أو يرسم. نستخرج من هذه العبرة والقصة كيف كنا نستعد لحياتنا الزمنية والدراسة. كانت الأسرة ممكن تصرف كل ما تملك حتى ابنهم ينجح ويتفوق ويلتحق بالجامعات، لكن بالعكس لم نجد أسرة تبحث عن خلاص نفسها وخلاص أولادها للتفوق في الحياة الأبدية. كنا نتعب كثيرا حتى نصل بمركزة أو بمرتبة ما في حياتنا الأرضية، حتى يقول ابن فلان نجح وتفوق وخد مجموع كذا وطلع الأول أو يدوب نجح. لكن حاليا العالم مع التطور والحداثة والاستهلاك، الأسر جميعا إنجاز التعبير لم تبالي بالله، وهذه الخطورة. نستعد لحياتنا الأرضية بكل ما نملك ومن كل ما طاقة تملكها الأسرة، وربما الأسرة تداين، لكن كانوا ييجوا من السلبيات في أيام العام الدراسي، الأسر تعمل إضراب على الكنيسة بحجة إن الأولاد عندهم مذاكرة. كان وضع مرير للكنيسة ولرجال الدين أن يروا أن المجتمع يهتم بالأرضيات والزمنيات أكثر من الله والقدسات. وكان في العام الدراسي في الشتاء في مصر قليل من الطلبة اللي يروحوا المدارس، لكن في وقت المدرسة في وقت القداس والصلاة كانوا يتميزوا إنه يجمعوا المدرس الشاطر اللي يدي درس خصوص لابنهم ويتركوا العبادة. تخيلوا هذه المأساة، وكأنه كلنا نغمى عيننا، فين ابنك؟ يا أبونا ما أنت عارف ده في ثانوية عامة في مذاكرة، يعني يا أبونا اخرس ما تسألش تاني على السؤال ده، أنت مش عارف إنه مستقبل ابننا في السنة دي ومستقبلك أنت اللي كونت ابنك إنه يضحي بالله في أول محطة، وابنك وأنت أين في هذا التفوق لله؟ لا أعني أن لا نسابر ولا ندرس ولا نذاكر ونتفوق وننجح، لكن لا أعني أن نضع رؤوسنا في الرمال وندفنها ونقول الأرضيات أهم من الأبديات، وقتها تفرق. إنه ما تزرعه ستحصده. الأسر اللي زرعت في أبنائها ما تدخلش الكنيسة أيام الدراسة هي نفس الأولاد اللي رمت أهاليها في وقت الاحتياج والظروف الصعبة. عشان كده يقول لنا رسالة بولس الرسول الثانية لتيموثاوس: لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. الله عايزنا متفوقين وناجحين، لكن لا يريدنا فاشلين في أرضياتنا بارتباطنا بحياة الروحية والأبدية. لذلك نصح الكتاب وقال: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الوقت ده لا يعني فقط به عن حياتنا الزمنية، ولكن مفتدين الوقت في علاقتي لله، لأن الأيام شريرة بتسحب مني بساط الأبدية بدون أن ندرك. الأيام شريرة بتغمينا عن الله وتحجبنا عن الله في مقابل نجاح أرضي. عشان كده في يوم من الأيام يسوع قابلوه الفريسيين والصديقيون والكتبة وبيطلبوا منه آية معجزة: ورينا، عرفنا إيه علامة الزمن، إزاي نفهم الأزمنة ونفهم النهايات.
ونفهم الأبديات. ركزوا في النص اللي حوله لحضراتكم بإنجيل متى 16، وجاء إليه الفريسيون والصديقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مرؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. إيه النص ده عايز يقول إيه؟ بيقول لهم لما بتشوفوا السماء اللون السماء محمر، يعني في مطر وفي برق وفي رعد، وبتعرفوا الجو حر وبرد ومطر من خلال شكل السماء، لكن مش عارفين تميزوا الأبدية زي ما بتميزوا الفلك وزي ما بتميزوا الحياة اليومية. والرب يقول لهم جيل فاسق وسابهم ومشي. نحن أيضا في هذا المجتمع ترعرعنا في مفهوم كلمة الحضارة والتقدم، أن نفهم كل شيء في العلوم الأرضية من خلال حتى التكنولوجيا. بتفتح الأب بتاعك وتشوف طاس النهاردة إيه والأسبوع اللي جاي إيه وغيره، لكن ما عندناش أب أو أبليكيشن يقول لنا أنا وصلت فين مع الله، هل حياتي فيها رعد أم فيها صعوبة أم لا. فعشان كده الله بينبهنا النهاردة. لذلك ما يطرح في سؤال التفوق النهاردة للزمنيات والأرضيات والأخص الأبديات، هل بنقدر نعرف علامات الزمن؟ وهل قادرين نرى علامات عصرنا الحالي؟ قادرين نفهم إحنا فين والعالم فين، وهل العالم بيفيدنا أم يضرنا؟ لم أقصد في هذا الصباح أن أكرم المتفوقين بأن أضعهم في وضع سلبي وعدم التفاؤل بل ويكون في تشاؤم، ولكن بقول لهم انجحوا في كل شيء، لكن الأهم أن تنجحوا في علاقتكم مع ربنا، لأن نجاحك مع ربنا حيخليك إزاي تنجح في الأرضيات، وربما لو نجحت في الأرضيات لم تنجح في السماء، لأنك ميزت واخترت نصيبك الأرضي وتركت نصيبك الأبدي. العالم من حوالينا لم يظهر لنا الضعف أو الشر، بل يظهر لنا حتى إيماننا بصورة مغلوطة. يظهر لك احترام الدين ويظهر لك إنك تفوق، ولكن يدس لك السم في العسل كما يقول المثل. عالم اليوم علمنا أول نقطة أن تكون اقتصادي في أفكارك وعقلك ودراستك وحياتك الأرضية، بالمثل المصري اللي معاه هرش بيساوي هرش. ده بيعلمهن المجتمع على قد ما تملك على قد ما تكون، ونسيوا أن الكينونة في ليس فأن تملك فيما تكون، اللي هو بيسموها دايما بالقواعد الفرنسية verb être verb avoir، تملك ولا تكون. أنهي الأهم في الحياة، الملكية أم الكينونة؟ أن لك كيان أم تملك؟ حتى اللي بتملكه بتيجي في وقت بتكتشف أنه لا يكفي ولا يفيد. ما هو كونته في حياتك هو اللي هيدي لك قيمة. فالاقتصاد اليوم بيلعب في كل الأشخاص، الهجرة في الحياة اليومية، في الضمير، في الشغل، في كل حاجة، وبالتالي بنسقط في أول فخ في علمنة اليوم في عالم الاقتصاد. وبالتالي الكنائس لا تعجب المؤمنين يوم الأحد، لأن الاقتصاد أهم. هل حافل محلي؟ هل حافل الشغل؟ هل حغيب؟ ما أنا تعبان طول الأسبوع، حكمل في الكنيسة يوم الأحد؟ صورة بائسة، لكن ده وضع واقع. لكن لو في شغل
في عز المطر، في عز البرد، في عز الحر، الجميع يصحى من الفجر ويذهب، لكن لله كل الحجج الطبيعية والبديهية موجودة في عالم اقتصاد. علمنا هذا العالم المعاصر أيضا أن الإنسان بالتكنولوجيا والتقدم والفلوس اللي عنده والاقتصاد أنه لا يحتاج لله، لأنه كل حاجة في إيده. وعلمنا أطفالنا للأسف هذا النهج، كل حاجة بتملكها أكل وشرب ورفاهية وإمكانيات وأجهزة وعربية، هتحتاج ربنا فين؟ فقدنا وجود الله، فالإنسان لا يحتاج إلى الله. النقطة الثالثة، لا مبالاة تحت لفظة الحرية، خاصة في مجتمعنا اللي بنسميه الدول العظمى المتقدمة. الحرية الليبرالية جعلت من الإنسان مسخة لا معنى له، ما عندوش حاجة عزيزة، كله مستهلك ضعيف النفس لأنه لم يتعب في شيء. التكنولوجيا طورته وخلت عنده، الأب لا يستطيع أن يحكم ابنه أو يربيه، والأسرة لم تعد عندها الأدوات التي تقود فيها أولادها. وللأسف الأسرة رقم واحد بتدفع الثمن. إذا رفهتوا أولادكم وانتوا صغيرين مش هتجمع منهم حاجة تفيدك وانت كبير ومسن. تحت اقتصاد الإنسان لم يعد محتاج الله، التميز المرحلة اللي احنا فيها الحرية المزيفة. حاجة الرابعة، العالم يبث في حوالينا مفهوم ضد المسيح اللي بيسموه المسيح الدجال. النهاردة كل المجتمع من تعليم في مدارس، من إباحية، من تعليم أكاديمي، من مجتمع، كله ضد الإيمان والمسيحية والإيمان بتاعك اللي تربيت عليه أبا عن جد، واللي الله أعطاهونا وأهالينا دفعت فيه دم حياتها. بمجتمع ضد المسيح في حاجات كتيرة. اطلعوا الشارع، اخرجوا بس واتفرجوا على الناس اللي ماشية، من لبس، من أشكال غريبة، من فقدان الهوية بين الرجل والمرأة والاحترام وكله. تعرف ان هذا المجتمع الآن أصبح شعاره وأعلامه اللي بترفرف في كل حتة هو ضد المسيح. إلحاد، لفظة إلحاد على الواقع اللي احنا فيه أصبحت كأنها إيمان. خطورة كبيرة جدا، وإحنا مش قادرين نصحى لخطورة المجتمع. لذلك الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة الإنسان المعاصر. الديانات، الكتب المقدسة، اللاهوت والعلم وضعوا في النصف الأسفل في الصورة الجزء التحتاني، النص الفواني بيشوف التقدم. والفنان اللي رسم هذه الصورة شاطر جدا، خلى النص الفواني المنطقة العقلانية هي كأنها مرتبطة بالعالم والتقدم ومفهوم اللبس في مفهوم الحضارة، والجزء الأسفل كل ما باقي من مفهوم الله اللي انتهى ولا يوجد الله في عصر الحاضر بالمعنى الحقيقي اللي تربينا عليه والتقويات. ايه اللي بنكسبه في هذا العصر واللي بنفقده في إيماننا من خلال الوضع الحالي؟ العصر الحالي والعالم بيعلمنا أن الإنسانية رقم واحد في الحياة، لازم تكون متحضر. الإنسانية لها أبهى وجه، بس أي إنسانية بتتكلم عنها؟ إذا هذه الإنسانية لم تدعم بأن الله هو اللي خالقها، الإنسانية مش وليدة الصدفة، الإنسانية مش أكل وشرب وتقدم ووسائل صناعية وتكنولوجيا. الإنسانية أنك تخلق من ذاتك كيان يحترم الله العطال الحرية والعقل. الإنسانية أنك تعرف تعيش
بحب الله في بيتك ومع الآخرين، وأنك تكون في مجتمع يخاف الله في عمله وفي بيته. دي الإنسانية، مش اللي تكسبه بالفهلة والشطارة وتضحك على الناس. ده في ناس بتيجي الكنيسة عشان تكسب بيزنس من الأشخاص، وتقعد مع الناس عشان جاية تشوف البيزنس بتاعها في الكنائس. ده في كنائس اتصنفت بنقابات، بيت كنائس الأغنياء، منطقة المهندسين، نقابة المهندسين يقعدوا على بنكات وحديهم، والدكاترة والصناعية وهلما جرة والصيادلة، واللي عايز عريس يروح في الكنيسة دي عشان الحمد لله هيقدر يجمع من الأغنياء ناس ولازم يلسس يزكيه. هي دي الإنسانية، هو دي الكنائس. وللأسف مصريين كتار بيروحوا هذه الكنائس عشان يضمنوا مستقبل لأولادهم هيتجوزوا من النقابات دي، وطبعا لازم مش يبسطوا أبونا عشان أبونا يبسطهم ويرشح عريس وعروسة للبنت والولد. هنا عندنا مناطق في نيويورك بدون ذكر أسمائها، وناس كتيرة لما بتكبر أولادهم تسيب كنائسها الفقيرة تنضم للنادي الاجتماعي الحلو ده اللي حيخليهم أولادهم تهب على وجه الأرض، لأن احنا سبنا فار في بلادنا. فجين الحق اهرب، سيأتي الله كأنه صورة وهمية، وحيكون العالم واخد زي بيلبس شكل انه انسان متحضر، يزرع فينا الإنسانية في شكل خارجي ولكن هي في داخلها المكسب والخسارة والانتهازية. من سمات العصر الوهمي يعلموك عن السلام والازدهار والوفرة، وإنها وسيلة توصلك لله، لكن حقيقة الازدهار والسلام والوفرة والمال قد يكون النكسة اللي حتقع فيها وتبعد عن الله اللي هو كان الغاية والهدف. حاجة التالتة، حيأيدوا لك كتب ويألفوا كتب دينية وبأسماء مسيحية ولاهوتية، لكن هي بعيدة كل البعد عن التعليم الكتابي واللاهوتي. العصر اللي احنا فيه مزيف، وأنا حزين إن يكون أسرنا يوميا بتدفع الثمن ده وبتعرف الفخ ده، والأسر تظهر لك إنها متدينة، لكن للأسف العالم تغرينا بيه وقعنا وسقطنا معه. حزين على كنيسنا اللي بتفضى مقابل العصر الاستهلاكي اللي احنا فيه. العالم بيدينا النجومية وبعدين يقول لك إرادتك هي المسؤولة عن الخطايا، وبعدين ما عندكش علاقة مع ربنا. بيت الخطايا موضوع كلمات آسف سوري وهكذا، كلمات جميلة لكن بعيدة عن واقع إنك تكون مع الله. كنت من لحظات بقول لكم إيه، إنه بيصنعوا كتب دينية وبأسماء لاهوتية ولكن بتضيع ليك لاهوتك الحقيقي وإيمانك المسيحي اللي تربيت عليه. من فترة قريبة ظهر في مصر كتابين عملوا ضجة، وفي كتاب ثالث كمان ظهر الفترة دي، لكن دول كانوا عاملين وما زالوا مشكلة كبيرة. في كتاب اسمه المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، ده العنوان وحده خطر، العنوان وحده خطر. الكتاب الثاني البيان الصريح لحواري المسيح اللي هم يعني لقاءات والحاجات التانية مع الرسل وغيره. وللأسف بدون ما أتكلم في أسماء، رجال دين وكهنة ودكاترة والقص فلان والقص فلان مشترك في هذا الطبع، ولو تركزوا الأسماء كلها إسلامية إلا واحد مسيحي، القص فلان النهاردة بيتبرأ هذا القص الفلان من الكتاب ده
مع انه اسمه موجود ارفع قضية قول انا اسمي اتحط خطأ وانا مترجم فيه. مترجم ايه يا عم؟ بهدلت المسيحية والإيمان. هي الأسر ناقصة تفكك؟ كتابين بيودوا في داهية، ده للعالم إذا لسه بيقرأ كمان من حد ذاته. مش كل الكتب اللي توزع مجانا أو نشتريها في المكتبات صالحة. ارجعوا لكنائسكم وعرفوا الكتب اللاهوتية، ده هنتكلم عنه في باقي العظة. في كتب خطيرة جدا في تعليم أسرنا وكنائسنا بكل اللغات. ده دول بس بتكلم بالعربي، ده الإنجليش هلوم جرة، وبيوزعوهم لك جنب المحطات وبيوزعوا لك مجانا ويبعتوا لك جوابات وتشوف أضواء الكنائس مسرح كبير وتقول كنائسنا ما عادتش حلوة، الناس دي حلوة. بيصرفوا اقتصاد حتى يهدموا الإيمان. وللأسف رجال دين متخصصة في ده، لأن الديانات والإيمان والكهنوت تحول فيه إلى مشروع الربح والمادة والمكسب والخسارة، وبيو مليونيرات الوعاظ دول إن كانوا في مصر أو خارج مصر، ويجروك بمؤتمرات لذيذة وهدايا لذيذة. بس العيب مش فيهم، العيب في الكنائس اللي سابت أولادها تضيع. والعيب الأكبر في الأسر اللي مش عارفة النهاردة تربي الأجيال زي ما أهلينا ربونا في الكنائس. جينا وسبنا أهلينا في مصر عشان لا أمريكا الحرة الحلوة الأبية والخضار والمتعة والتعليم والطب، وأول حاجة خسرناها عيالنا هنا في البلد دي. مين النهاردة عارف يقول لابنه اتكون وروح كنيسة لما انت ما بتروحش ككبير واللي يجي الكنيسة متأخر؟ حتى حاكم نيويورك الجوفرنر كومو في بلد زي نيويورك عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم، أهم دولة وإحنا فيها، أهم ولاية وإحنا فيها، في أبريل 14، 2020 صرح لما بدأت كورونا تزداد وبدأوا يعملوا كأنه الفاكسين وغيره يظهر بعض الشيء، وتصريحه موجود في CNN على اليوتيوب، موجود تسمعوا صوت وصورة. قال إمكانياتنا إحنا كبشر اللي وقفنا انتشار الفيروس، لم يوقف الله انتشار الفيروس. الله مش هو اللي خلى الفيروس وقف أو ضعف، إحنا اللي إمكانياتنا، إحنا اللي عملنا المعجزة دي، مش الله، مش الدين، مش أي حاجة تاني. والكنيسة الكاثوليكية تصدت لهذا التصريح وعملت فيديو كامل مخصوص رداً على الجوفرنر كومو هنا في نيويورك، لأن الولاية بتبث فيك روح الله ميت مش موجود. ده التفوق، نجح أولادك في مدرسة سيم سكس وتعليم وكله، لكن خليه يفشل في الإيمان ويطلع واحد تاني خالص. وإن شئت وأبيت هذا الاجتياح عم كل المدارس وكل الإمكانيات، ما تقدرش تكلم واحد. أنا مش متشائم، أنا محلل الأمور، إذا تحبوا أو لا يرجع لكم. تصريح قدام حضراتكم بالإنجليش والعربي والتاريخ والإذاعة اللي زعيته. عشان كده النهاردة، ما هو التفوق في وجهة نظركم؟ ما هو النجاح؟ ما هي الشهادات؟ ما هو التخرج؟ هو فقط السير مع الله، أن ترافق الله والله يرافقك، وهيكلل لك النجاح. ستعوم ضد التيار وربما تفشل خارجيا وتكون أقل شأنا من الآخرين، لكن بعد شوية هتكتشف أن الله يكافئك لأنك وقفت ضد العالم. وعندنا قصتين مشهورين هاخد منهم جزء النهاردة، قصة دانيال وقصة يوسف. دانيال اللي راح السبي من سن 14 سنة وتحدى مملكة، أكبر مملكة في هذا العصر، ولم يفقد إيمان تربية أهله اللي ربهوله، وأصبح الرجل الأول
في بلاد العراق أشهر. ويوسف اللي اترمى في قب الأسود، القب عفوا في القب، ودانيال في الأسود البير، الاثنين أصبحوا شخصيات تغير التاريخ. ليه؟ لأنهم لم يتركوا إيمان أبائهم وأجدادهم، لأن أهاليهم علموهم صح. كانت في مناصب، إذا أنت اتبعت العلم وكنت مهم في الدولة هتكون الإنسان الأول، وفي بدايتهم كانت بائسة، لكن في الآخر انتصروا وأصبحوا أهم شخصيات في العالم كله مش في بلادهم بس. عشان كده يقول لنا نص كيف نفهم السير مع الله. إيه ميزة إنك ترافق الله؟ في سفر التكوين 5 يقول لنا: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. أخنوخ اختطف حيا لأنه كان مع الله. يعني السير مع الله أن تكون مع الله، حتى حيكون بيدي لك ميزة إنك لا ترى الموت. ده نموذج أخنوخ، إذا سرت مع الله تكون معه أكثر وأكثر. عشان كده بيقول لنا في رسالة بولس العبرانيين: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، وخاصة عايز أقول موت المجتمع اللي احنا فيه النهاردة، ولم يوجد لأن الله ناقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. النجاح الحقيقي والتفوق أن ترضي الله وتخاف الله، مش الشهادات اللي بتاخدها. مهم تاخد شهادات، وعايزين شبابنا ناجح، لكن لا يبيع الله. نوح سار مع الله فالله استخدمه، يوسف سار مع الله فالله حافظه من الشر، دانيال سار مع الله فأحبه الله وأنقذه من الأسود، أخنوخ سار مع الله فنقله الله إلى الأبدية في حضرته في وجوده. حدي بعض التزكيات عزة النهاردة مختلفة عن كل الآحاد. ياريت كنايسنا وخاصة في مجتمعاتنا ترجع لعادة قديمة اسمها مكتبة الكنيسة. النهاردة الكنائس ما عندهاش مكتبات خاصة، وحتى لو عندها ما فيش حد بيقرا، وإن أخذ الكتب مش هيرجعوها. إذا في كنيسة من غير علم لاهوت هي مش كنيسة. إذا الشعب ما بيعرفش يمسك كتاب ديني ولاهوتي وكتاب مقدس هو مش مسيحي ولا مؤمن. أنا أتذكر وأنا في ابتدائي كان خادم عندنا، ربنا يديله الصحة وشيد به لهذه اللحظة وحاول اسمه على الهوى، من تحت اسم الأستاذ عماد ميل، كون فينا وإحنا شبيبة صغيرين وأولاد صغيرين نارة في المكتبة، وكان يجيب لنا القصص اللي تناسب عمرنا وإحنا أطفال. خادم مش الأسيس ولا الراعي، ويجيب الأولاد تعالى حطنا بترابيزة كده وبطريقة على قد إمكانيات زمان، ويرى الكتاب ده ويدي لك القصة دي ويقول لك لخصه ويعمل لك مثابرة كده ونجاح ومين يخلص الكتاب ده. وكان يشتري لنا كتب ويديها لنا بالتقسيط على قد إمكانياتنا وإحنا أولاد صغيرين. الكنيسة اللي ما فيهاش مكتبة وبس فيها كانتين ونادي، دي مش كنيسة، دي بتاعة المعدة، والمعدة لما تفضح هتاكلك أنت أول واحد. البيت اللي ما عندوش كتاب والاب والام اللي مش بيقرا كتابه يخلي ابنه يقرا قبل ما ينام هياكلك انت. يا ريت كنايسنا ترجع لمشروع المكتبات. كان عندنا سيدنا مرقس حكيم في مصر تقريبا المطران الوحيد اللي اهتم ان يكون في كل رعيه مكتبه. كانت ايامها الناس بتضحك عليه: مكتبتي يا سيدنا؟ ولما كان ينزل يزور الرعايا يفتحوا المكتبه في اليوم اللي هو رايح عشان ما يزعلش، وبعد ما يمشي يقفل المكتبة وانتهينا. أنا أتذكر في يوم من الأيام في رعية كان بيديهم الترانيم، والترانيم الكاثوليكية كانت في الوقت ده كلها لبناني،
وراح ماليش الترانيم، وليه ترانيم تانية شعبية بتتعلم ما فيهاش لاهوت، فيها موسيقى ورأس وطبل وإيقاع ومرنم مشهور. فين يا حبيبي؟ مسؤول المكتبة بيقول له فين يا حبيبي الشرايط اللي أنا عطاها لك والترانيم اللي بتعلم الكتابية؟ قال له يا سيدنا أصله الناس هنا مش بتفهم لبناني فشلتها. قال له يا حبيبي مين قال لك إن الناس أقل منك؟ أنت ذكاء، أنت اللي ما عندكش ذكاء وشلت الترانيم دي. يعني عايز أقول إيه؟ الذكاء بيتولد بالتواجد، الوسيلة اللي قدامك، وإحنا بننجذب للعلم لأنه بيدينا وسائل إمكانيات قدامنا، ولما بتتاح ما عندناش غير هذا الطعام ناخده. فإذا الكنيسة لم تعوض هذا الطعام هياخده من الطعام الوحش اللي بيلم عليه الدبان بره، لأن أنت ما قدمتلوش أكل كويس. والأسر رقم واحد في ده. حاجة تانية أنوه ليها إعادة إحيائها في كنيسنا بالمشروع الأولاني، ترجع مكتبات الكنيسة ويكون خدام تعليم مسيحي يعملوا فقرة للأولاد ييروا فيها ويتابعوهم، والأهالي تكمل في البيوت. الحاجة التانية معاهد التربية الدينية والأكاديميات واللاهوت في بلادنا محتاجة أن تعيد مشروع المكتبة والقراءة للاهوتيين وتقدم لهم كتب من حين لآخر، والمسرح الكنسي يعلم ده. هنوه في حاجة بالمشهد اللي قدام حضراتكم، احنا في مصر بالذات عندنا كان مشروع اسمه بيوت الطلبة المغتربين والجامعين بالذات على كل الكنائس كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت، عندنا بيوت كتيرة للمغتربين وبتنتشر. لكن السؤال، هل هو الهدف ان يكون عندنا بيوت للمغتربين عشان عيالنا ما يضعوش؟ حلو الشعار، لكن ازاي عيالنا ما يضعوش في بيوت الطلبة والطالبات المغتربين؟ إنك الخادم أو المشرف أو المكون والأسيس أو الرهبة أو العلماني المسؤول عن بيت الطلبة المغتربين يعي أهمية التكوين الروحي والديني في هذا البيت. أنت مش فاتح أوتيل عشان تستثمر ويكون لي إنك مدخل ليك يضر فلوس للمطرانية، انت فاتح لانك تنقذ عيالك من يضيعوا في بيت امن تبع الكنيسه، ويكونوا دول الاولاد الشباب اللي يغير وجه العالم كله من بلدك الصغيره اللي موجوده. اذا حطيت مشرف متكون وصالح مش موظف، واذا حطيت رهبه تفهم يعني الرساله، واذا حطيت كان يعني ايه الشباب دول ويكونوا. انا كان عندي نعمه خاصه في آخر الثمانينات والتسعينات، كنت مشرف بالطلبة جامعي في أسيوط، كنت متعب جدا للطلبة لأن كان عندي الفيجن ده والرؤية دي أن الكنيسة تعلم أولادها في بيوت الطلبة، لأن لو ما تعلموش في فترة هم طلبة مش هيتعلموا. وعملت مكتبة في بيت الطلبة، وعملت أن الطالب لازم يصلي قبل ما ينام ومعاد للكل يصلي. هقول لكم حاجة، لأن أنا ما زلت من أحلى أيام حياتي لما كنت مشرف بالطلبة. كان في بيت طلبة وبيت طالبات، الطالبات كانوا مسؤول عنه الراهبات، والطلبة كنت مسؤول أنا عنه، كنت اسمي أشرف الشاب، الخادم أشرف أو المشرف أشرف أو غيره. وفي يوم من الأيام جيت، ما كانش في كنيسة ولا كابيلا ولا شابل في البيت العمارة، وكان أيامها سيدنا كرولوس مطران أسيوط هو المسؤول عنه. بيت الطلبة في أسيوط أكبر محافظة للجامعين في أسيوط في مصر كلها. وجيت في زي البيزمنت البدروم هناك، ورحت عامل أوضة وجبت حصر فيها، قلت للطلبة من دلوقتي الساعة 9 في صلاة يومين. كانش عندنا بنوك ولا كراسي ولا هيكل ولا الكلام ده كله، وكان سيدنا كرولس يجي ويتريق عملها مصلى، أشرف عملها مصلى إنه فرش حصر والطلبة بيصلوا جوه. أوكي، لكن كانوا بيتعبوا الطلبة في الأول، لكن بعدين حبوا الصلاة لأن تواجد وبيدم منهج أساسي في البيت الطلبة. حاجة تاني، جيت في يوم عملت لهم، ده معنى التكوين والتعليم في الكنيسة، بوفيه اللي هو الكافيتيريا الكانتين. كانوا الطلبة بيتأخروا برا
عايزين يشتروا أكل بعد الساعة 10، أقول لهم ممنوع الخروج لأن أنت خلاص في برنامج للبيت ده. قالوا لي طب ما فيش أكل، إحنا بنرجع من الجامعة متأخرين، هنطلع عايزين نشتري. فجمعت ليهم إني أشتري مواد تموينية وأعمل لهم أوضة زي بقالة كده. والغريب هنا التكوين بقى، مش إن أنا أفتح مشروع وأكسب منه لبيت الطلبة، عملته بطريقة مختلفة جدا. كان في طالب في الوقت ده أهله تجار جملة لأدوات أكل وتموين وحاجة زي كده، قلت له أنا هشتري منك، يعني خلي أهلك يساعدوني أشتري منهم بضاعة مثلا بألفين ثلاثة وحسددهم ليك. وهذا المشروع لم يضر فلوس المطرنية، عملته قلت للطلبة في اليوم ده هعمل لكم أوضة فيها كل الأدوات اللي انتوا عايزينها والحاجات والأكل عايزين تشتروه، وبدون بياع وبدون مشرف، هعمل لكم رفوف هنا لانشون هنا يعني سردين تونة سكر شاي، وانت اللي تدخل تشتري مع نفسك هيبقى محطوط الساين سعر السلعة، وخد وحط في درج مفتوح تحط فيه الفلوس ومفتوح مش مقفول من غير قفل ولا مفتاح ولا حد يبيع لك. في واحد قال لي أبونا وقتها يا أستاذ أشرف ده هيخسر، ده هيتسرق. تبيع سلعة تموينية من غير بياع وكمان أنت اللي تحط وتحاسب نفسك وتسيب الفلوس وتمشي والتاني يجي يفتح الدرج وياخد فلوس؟ قلت له حبيبي انتبه، إذا الكنيسة ما تبنيش فيك قانون الثقة مش هتطلع ناجح في حياتك. خد من دلوقتي أنا متكفل بهذا المشروع، إذا خسر كل الفلوس هدفعها من جيب، وإذا كسب من مكسب هذا الكانتين هنعمل بيه مكتبة للطلبة. حطت السلعة التموينية والطلبة قعدت تضحك عليه، وبيت الرهبات بيت كوميديا تقسيط كلها، شوفوا أشرف ده اللي اشترى كم ألف سلعة تموينية وساب الطلبة ياخدوا براحتهم. كسب وزاد منه فلوس واشترينا وعملنا مكتبة، لأن الناس اتعلمت الطلبة وقتها إن في مكان بيحبك ويقدرك وبيثق فيك وعايز يعلمك. فقلت لهم قانون الثقة، الله شايفك. وعايز أقول لكم حاجة تانية، قلت لهم كانوا أهالينا غلابة بسطة، ممكن يجي الطالب آخر الأسبوع ما عندوش فلوس أهله يدوله، فكان ممكن الطالب ما يروحش بيت الطلبة لأنه بيجي من قرية للمدينة الجامعية وغيره، يقول لو أهلي ما عطوليش مصروف الأسبوع ده مش هروح. كنت أقول له تيجي البيت ولو ما عندكش فلوس من أهلك خد من الكانتين الأكل اللي أنت عايزه، ولما أهلك يبعتوا لك المصاريف سدد اللي عليك بدون رقيب. أنا مش بعمل حواديت، أنا بعمل نهج عشته قبل ما أتكلم عنه وأوعظ عنه النهاردة. التكوين الثقة وتربية النشأ هو أهم عنصر في الكنيسة، وبدون تعليم لا توجد كنيسة حقيقية، والكنيسة اللي بتمشي بالعاطفة عمرها ما هتربي ناس حقيقيين منتمين، والمربي هيتعب وهيلاقي صعوبات، لكن فيما بعد هيلاقي حاجات يفتخر بيها. أنهي، كنت محضر حاجات كتيرة، هنهي بآخر قصة. الطلبة الجامعيين اللي كانوا عندي في وقتها كانوا لسه طلبة، كنت أقول لهم إذا أنتوا 60 طالب والبيت الأول كان مستوى ضعيف علميا أصبح لي قيمة بعد 3 سنين لأنه الطلبة تغيرت بكلهم اللي هم الجامعات الأولى المميزة في مصر، قلت لهم بصوا أنت النهاردة طالب بسيط ولبسك غلبان وإمكانياتك بسيطة، لكن في يوم من الأيام هتكبر وهتتخرج وتبقى متفوق. أوعى تنسى أيام بيت الطلبة اللي خدتها والكنيسة وثقت فيك وعلمتك واحتضنتك وكان ليك برنامج تكويني وثقة. يعني لما تكبر وتبقى طبيب انتبه للفوارة، ولما تبقى مهندس ما تغشش في المبنى، ولما تبقى مدرس علم، لأن في يوم من الأيام ليه حد علمك وصرف عليك وما خافش يسيبك تكسب أو تخسر أو تاخد اللي انت عايزه بدون رقيب وغفير عليك. هقول لكم 3-4 ملاحظات. كبروا الطلبة دول ومنهم أكيد إن شاء الله يكون ناس سمعاني النهاردة في هذا الصباح المبارك، منهم اللي راح الكويت ومنهم اللي راح في مصانع أدوية، أغلبهم كانوا صيدلة وراحوا في معامل اللي هي مصانع تصنيع الأدوية،
كانوا متفوقين جدا، كان المناخ في البيت عطاهم جو الأسرة. أغلبهم اشتغل في مصانع أدوية. في يوم من الأيام جمعوا تليفوني وأنا في مصر واتصلوا بي 3 على الأقل، وكنت بيت أسيس، وقالوا لي فاكر، كانوا يقولوا لي يا بروف فاكر يا بروف لما كنت تعلمنا وتطلع روحنا، احنا طلعنا بحاجة، احنا كرهناك. جه كرهتني ليه؟ اللي حصل ده انا سبتك من زمان. قال لي كل ما بشتغل في مصنع الأدوية ويكون في غش في الأدوية وحاخد فلوس كتير، لو انا غشيت ومشيت مع الإدارة والناس اللي في المصنع عليك في وشي، هروح اقول لا. الضمير اللي اتعلمته مع البروف اشرف ده لما كان بيت الطلبة ما اقدرش اغيره، بتقف في وشي، ما بقدرش ازور ولا اغير، وبخسر وما باخدش مرتب زي التانيين، ومش بتكافئ لاني ضد التيار، مش عارف امشي غلط بسببك. اقول له الحمد لله، مش انت حاسس فيك بركة وربنا مباركك؟ يكفي. وما زالوا يتصلوا بي لهذه اللحظات اللي بكلمكم من افضل الطلبة في مصر اللي بيقوا النهاردة صناع التاريخ ولهم في مكانات عالية جدا في مصر بسبب التعليم الكنسي والثقة. فبقول لحضراتكم النهاردة، الخريجين النهاردة هو مش فقط نجاح دراسي، هو فقط بالنسبة لي نجاح إيماني. الأسرة تشتغل والكنيسة تشتغل والإيمان يشتغل حتى يكون في مشروع بني آدمين حقيقيين يحافظوا على الكنيسة والمجتمع من البذرة اللي بتزرع مع الصعوبة. رب عيالكم على الكلام اللي أنا قلته، الكنيسة ترجع للتعليم اللي فقدناه. النهاردة هنكمل دلوقتي شكر للخريجين بحاجة بسيطة جدا، شهادة تذكار من الكنيسة. مش احنا اللي نجحناكم، لكن كلنا اشتغلنا مع بعض. ده خلوا العظة دي ليكم ولأولادكم، افتكروا بها لما تغلطوا، صحوا عيالكم بيها واصحوا انتوا بيها. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.